أستاذ أحمد، أنا حقيقة متابع لبرنامجك، يعني متابع الحلقات السوية مرة أو مرتين، لربما صارت إشكاليات عن البث، لكن تعاملك مع قواتنا الأمنية يعني تعامل حقيقة متميز، ولهذا أنت كسبت محبة المواطنين وكسبت محبة القوات الأمنية. لما يسألون مثلا عندكم موافقة للبث، هذا موضوع الموافقة، طيب ليش موافقة لازم يومية، ما يصير مثلا موافقة مستمرة من قيادة العمليات أو من وزارة الداخلية؟ والله للأمانة يعني وزارة الداخلية من لواء سعد مع دكتور سعد مع ومن السيد قائد عمليات بغداد، تحياتي للواء سعد وتحياتي لقائد عمليات بغداد المهني الفريق الركن أحمد سليم بطل. للأمانة هم توجيههم صريح جدا بأنه حرية تجوال الصحفيين. الموافقات اللي خاصة بوزارة الداخلية هي محصورة على تجوال الكاميرا وبرنامج صباح هنا أو أي إعلامي من يدخل إلى مؤسسات أمنية، وهذا حق شرعي. نعم. يعني لابد أن نأخذ موافقة من وزارة الداخلية. لكن التوجيه مثلا بغداد فيها جزء من جانب بغداد القديمة اللي هي الشورجة وغيرها والرصافي، هذه تابعة لشرطة الطوارئ اللي بيها عقيد عزيز ناصر مدير إعلام قيادة الشرطة. بس ما يقصر يعني عقيد عزيز ناصر أيضا نجم تلفزيوني يومياً. شخصية جماهيرية ما يقصر جدا محترم ومهني. صح، تحياتي إلى والله هو صديق لا عزيز. ويسوون نداء بالضبط، يسوون نداء يومي تذكيري، مو يعطون الجانب التعليمات للقوات الأمنية فيما يخص السلك الأمني. من ضمن الجانب التعليمات يمرون على الإعلاميين التعامل الجيد مع الإعلاميين والسماح لهم بالتجوال، هذه توجيهاتهم. لكن اللي أكو ثقافة أنه اليوم بعض وأضعها بين قوسين، صح، بعض المنتسبين وبعض الضباط ما عندهم هاي ثقافة التعامل مع الإعلامي وبسرعة وإجراء حلو سريع يعني البعض، بس حتى لا ياخذون البعض وبعض القليل يعني بعض القليل يعني مو البعض القليل يعني جزء اجتهادات شخصيه يعني بالضبط قصدك. يعني نعم. ما يعدون نعم اي بس انا حظي يجيب لي هذول اللي ما يعدون لا لا يجون والله ذيك مره انت واقف يعني ما مسوي مشكله وصارت بوجهك. نعم صحيح اي لا زميلنا انور اجيك بنهايه السنه الحلوه، اجيك الحدث الحلو صار وياي من القوات الامنيه. فهذا البعض القليل جدا ما عنده ثقافه التعامل مع الصحفي، وكانما اني ند، وهذا اني ما اتعامل معه، بحيث اني موجه كادري انه من يجي ضابط او منتسب او عسكري لا تتعاملون معه، ممكن قد يتحدث بكلمة تستفزكم تردوه، خلوها علي. صح. أنا أعرف شلون. فيجي معصب ما تصور، طف الكاميرا، أقول له تومر هاي العين قبل هاي العين. صحيح. حاضر. صحيح. بعد شو تريد، طف الكاميرا شباب. فهو يهدأ وكذا، والله أستاذ إحنا توجيه جانا ونداء وهاي وخلاص تمشي الأمور.